بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المحاضرة الهندسية الرائعة للدكتور سروان الطبية، هسه محاضرتنا الهندسية راح تبحث في ملف شائك، وهذا الملف هو هل يبقى ملف الكهرباء حجر عثرة في تقدم الشعب العراقي والإنجازات، وهل حل من هذا الملف هو شبه مستحيل؟ راح نذكر المشكلة وبعض الحلول اللي استطاع فريق عملنا من خلالها، من خلال براءات الاختراع اللي أنجزها، من يعني المساعدة في حل جزء من هذا. المشكلة في الكهرباء في العراق الحقيقة هي تتكون من 3 قطاعات: قطاع التوليد، وقطاع النقل، وقطاع التوزيع. المشكلة لا تترتب